أكد المهاجم الفرنسي ونجم ريال مدريد كريم بنزيما أنه لم يتلقى أي رسالة تهنئة من طرف اللاعب كريستيانو رونالدو بعد تتويجه بالكرة الذهبية كأحسن لاعب في العالم هذه السنة. وقال بنزيما في تصريحاته لبرنامج تيلي فوت: الكرة الذهبية أمر استثنائي بالنسبة لي، ستظل دائما محفورة في رأسي. علاوة على ذلك، زيدان هو من قدمها لي، وهذا شيء أكثر من رائع في حين لم أتلقى أي رسالة من كريستيانو رونالدو حتى الآن، لكنني هادئ. وأضاف: أتذكر عندما كنت صغيرا آمنت بنفسي كثيرا، حيث كنت أعرف أنه في وقت أو آخر أمتلك الصفات للفوز بجائزة أحسن لاعب في العالم. وتابع بنزيما: لم أرغب في إيقاف كرة القدم نهائيا دون الفوز بالكرة الذهبية، لأنني فعلا أستطيع الفوز بها بالعمل الذي أقوم به. واختتم النجم الفرنسي: أنا لست شخصا جشعا، لكنني الآن ذاهب مع منتخبي لمحاولة الحصول على كأس العالم مرة أخرى، لهذا سأقوم بإظهار كل ما أستطيع فعله. البرتغالي كريستيانو رونالدو تصدر المشهد في الصحافة العالمية عموما والبريطانية خصوصا بعد القنابل التي أطلقها في مقابلة مع الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان. صحيفة صن نقلت تفاصيل هذا الحوار المثير. عنونت على لسان الدون قول مانشستر يونايتد: خانني بشكل معيب، عملني كأنني الخروف الأسود في صفوف الفريق. اليومية البريطانية أكدت أن بداية البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد سئم واكتفى من عمليات القنص والاستهزاء واللوم التي طالت خلال الأشهر القليلة الماضية. أضافت رونالدو من خلال حواره مع بيرس مورغان: بدا مستاء من قلة احترام الجميع له، وسائل الإعلام، رؤساء، زملاء في الفريق، وحتى السابقين منهم. التصريحات التي أطلقها البرتغالي رونالدو بمقابلة الاستثنائية مع بيرس مورغان لم تلقى ترحيبا لدى الكثير من عشاق الشياطين الحمر حول العالم. نقلت صحيفة ديلي ميل أبرز التغريدات التي ردت على الدون. عنونت نقلا من أحد المغردين: غرور رونالدو أفسد كل شيء. أضافت بعنوانها: مشجعو مانشستر يونايتد هاجموا رونالدو مع مقابلة المفاجأة مع بيرس مورغان، تهموا بالوقح والسيرك المتحرك في الأولد ترافورد. في تغريدة قال أحد المشجعين: رونالدو دمر إرثه بسبب غروره، من المؤسف أن تنتهي مسيرته بهذا الشكل. أضاف آخر: الفريق يلعب بشكل أفضل من دونه. نعود إلى ضيفي من لندن سيد نيك كلاوي، توقف هذه المرة عند المقابلة المفاجئة لرونالدو مع بيرس مورغان. سيد نيك، رونالدو قال بشكل واضح: مانشستر يونايتد خانني، لا أحترم المدرب تنهاج، لم أسمع يوما بالمدرب الأسبق الألماني رالف رانيك. ما رأيك بهذا الكلام؟ Oh my God! هي عبارة استثنائية لأنها كانت مقابلة مذهلة. كنت أغطي مباراة مانشستر يونايتد يوم أمس، لم يكن في الملعب رونالدو، وقالوا لنا بأنه يشعر بقليل من التوعك، ولكنه سيذهب لمشاركة مع فريق البرتغال في المونديال. وحتى سمعت عن، وعندما عدت إلى المنزل من المباراة يوم أمس، كل الإنترنت كانت مأخوذة تتحدث عن المقابلة، وهو يتحدث عن الاحترام. أعتقد بأن الفرق هو فقد الاحترام لنفسه، وهو لا يحترم رالف رانيك ولا المدرب الحالي للفريق. دعونا نتذكر كريستيانو رونالدو مؤخرا رفض للعب مع فريقه كبديل على أرضه، وأعتقد أن مانشستر يونايتد وجد هذا الأمر مغضبا له وسبب التوتر مع كريستيانو رونالدو، لأنه لا يرغب باستكمال تدريباته مع الفريق. لم يعد اللاعب الذي كان، وهو يحاول أن يتكيف مع هذا الأمر، فهو لم يعد أيضا واحد من أفضل اللاعبين في العالم. وخلال هذه المقابلة الاستثنائية أظهر قلة الاحترام للنادي وللمدرب، وربما لأنه كان يمر بظروف عائلية، لا أعرف ما هي الظروف التي يعيشها الآن، ويقول بأن النادي لا يظهر له الاحترام الآن، لكن أتخيل ما يمكن أن يغضبه حقا. لكن أن تقول بأنها هذا أمر استثنائي، يظن بأنه أكبر من مانشستر يونايتد. أعتذر عن المقاطعة، لكن ما قاله رونالدو يؤكد بشكل قاطع أنه سيغادر سوق انتقالات اللاعبين في يناير. فهل تعتقد أنه سيجد فريقا كبيرا سيستقبله بعد هذا الظهور الجريء مع بيرس مورغان؟
باختصار لو سمحت. سيجد ناديا كبيرا مشهورا لأنه أراد أن يغادر في الصيف، ربما سيجد ناديا ومانشستر يونايتد سيدعه يذهب، ربما لأنه لم يجد نادي أو يدفع له المستحقات التي يريدها، ورونالدو يجب أن يغادر الآن، لا يوجد أفضل حل أفضل من ذلك بعد هذه المقابلة الاستثنائية. والأمر عائد لرونالدو ليرى أنه إذا كان مستعدا للمفاوضة على الأجور أو أن يبقى أو ينتقل إلى سبورتنج لشبونة أو في أي مكان في العالم كلاعب مشهور كما هو كما كان. لديه متابعين ومناصرين أكثر من مانشستر يونايتد، ومانشستر يونايتد هو أكبر نادي في العالم. نعم، هل تعتقد أنه قادر على النجاح مع فريق إنجليزي آخر في حال كانت وجهته المقبلة إنجليزية أيضا؟ سؤال أخير باختصار. أعتقد بأنه كذلك. عندما نتحدث عن أندية كبيرة، لاحظت بأن بعض الناس يقولون أنه يمكن أن يتوجه إلى أندية إنجليزية أخرى أو يذهب إلى أندية أخرى خارج بريطانيا في نهاية العام أو في شهر يناير القادم. ممكن أرسنال، ممكن نادي آخر، لا نعرف، وقد يكون له أثر. لا يوجد، هو يبلغ من عمر 37 عاما، ربما لا يجد النادي المناسب لينضم إليه. سيكون إليه أمامه عام أو عامين ربما ليبذل ليكون لاعبا قبل أن يعتزل بصورة نهائية. ننتظر ونرى. سيد نيك كلاو الإعلامي البريطاني حدثنا من لندن، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات.